لكن قبل بداية حلقتنا خلونا نقول حاجة مهمة جدا لأهم عنصر في كيان النادي الأهلي. أهم عنصر في كيان النادي الأهلي أكيد هو جمهوره. شكرا لكل أهلاوي بيساند فريقه تحت أي ظرف، شكرا لكل مشجع أهلاوي بيسعى بكل قوة عشان يجيب تذكرة مباراة ويسافر ورا النادي الأهلي في كل مكان عشان يشجعه، شكرا لكل أهلاوي بيروح الملعب قبل الماتش بأربع أو خمس ساعات عشان يتفرج على الفريق ويقف معاه ويسنده، شكرا لكل أهلاوي بيحب فريقه بجد، شكرا ليكم. واحنا دايما 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 على طول فاكرين ومش هننسى ابدا ابدا شهداء النادي الاهلي، دايما في قلبنا ودايما بنتمنى من ربنا ان هو يصبرنا ويصبر اهلهم على الفراق. خلينا نبتدي دلوقتي حلقتنا.